الجيش الوطني يحرر اللواء 170 دفاع جوي الشرق شمال المخا. وهذا المعسكر هو معسكر مهم يربط ما بين المخا وما بين تعز. بتحريره تكون الجيش الوطني يطوق المدينة المخا بالفعل ويستعد أيضا لاقتحام. حول هذا الموضوع معي الصحفي أحمد مكيبر وهو صحفي من أبناء محافظة المخا. أحمد، نعم، حدثنا عن جديد المعارك الآن على صعيد جبهة المخا. بداية المعارك لا زالت مستمرة والتقدم مستمر باتجاه تحرير مدينة المخا غرب تعز. هو في البداية أن هناك ألغام لا زالت تعيق تلك التقدمات، لكن هذا يجعل من الجيش القوات المسلحة وطيران التحالف يكثف من ضرباته لاستهداف تلك الميليشيا التي لا زالت تحيط ببعض من الأماكن التي تتواجد في المخا. كما تعرفون قبل حوالي ساعة من الآن نحن نتواصل مع الشباب هناك، يؤكد لنا بأنهم قريبون من المجمع الحكومي بحوالي كيلو بالتحديد. هم يتواجدون خلف معسكر الدفاع الجوي، وكذلك قد تم السيطرة على الدفاع الجوي بشكل كامل، والآن هو عملية تمشيط يدار في تلك المنطقة باتجاه الشرق، وهي نقطة جبل النار. هذه النقطة التي تم استحداثها القوات المسلحة، وأصبح بالإمكان بأن القوات متجهة إلى مفرق المخا وكذلك معسكر خالد. هذا المعسكر الذي لا زالت ميليشيا الحوثي والصالح تخفي فيه الكثير من الأسلحة وتقوم بضرب الصواريخ تجاه القوات المسلحة. ما يدور هو أن هذه الخطة جنبت المخا الكثير من الدمار والخراب، لأن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تمركزت في أكثر من مكان في المدينة. نعم أحمد مكيبر، وأرجو أيضا تصحيح الاسم. المواجهات الآن هل هي تدور أيضا بالقرب من معسكر خالد في المفرق أم ماذا؟ هي تدار في قرب المعسكر بالتحديد في معسكر خالد، لكن هذا مسألة وقت بالتحديد. وسيتم تطهير مفرق المخا، لأن المناطق أو المرتفعات الجبلية المحاذية لمدينة المخا لا بد لها أن تمشط وتحرر، لأن عدم الوصول إليها معناه أنك تركت تلك المناطق الساحلية للقصف والضرب من قبل تلك الميليشيا الحوثية التي تتواجد في تلك المرتفعات والمعسكرات التي لا زالت إلى الآن تدور فيها المواجهات. طيران التحالف، بالعودة إلى طيران التحالف، كان له إسهام كبير في تلك التقدم. حوالي قبل اليوم أكثر من حوالي 10 غارات استهدفت قناصة ميليشيا الحوثي المخلوع صالح المتمركزة في بعض العمارات المباني التي تمركز فيها في بعض الحارات. كما تعرفون أن معسكر خالد من أهم المعسكرات في مدينة المخا، وكذلك هو هذا المعسكر يطل على مفرق تعز ومفرق الحديدة. هو مفرق المخا لكنه يشمل نعم هو موقع محوري ما بين المخا وتعز والحديدة أيضا. أحمد، إذن الفكرة هي السيطرة على التباب المطلة على المخا، ومن ثم أيضا تحرير المدينة، أن المعارك تمشي في هذه الاتجاهات، معركة باتجاه الزحف على المدينة من أطرافها باتجاه المجمع الحكومي، ومعركة أيضا للسيطرة على التباب المطلة على المدينة، ومنها أيضا معسكر خالد في المفرق. هل تجري المعارك على هذا النحو بالفعل؟ هذا هو الدائرة الذي يحدث في المخا. كذلك هناك معركة أخرى أو جبهة أخرى، وهي جبهة الميناء. هم قريبون الآن بالميناء بحوالي كيلو بالتحديد، وهم في رصيف الميناء. الجبهات متناسقة، وهي تشمل جبهة جبل النار مفرق المخا، والجبهة الأخرى جبهة الدفاع الجوي، والجبهة الثالثة هي الميناء، والأهم حيث ميليشيا الحوثي المخلوع صالح لغمت كثير من
المواقع الهامة في الميناء، لكن هذا لا يعيق من تقدم المقاومة هناك أو القوات المسلحة بالتحديد من الوصول إلى ذلك الميناء وتحريره وإخراج الألغام فيه ثم تطهير المدينة كاملة. نعم أحمد، المجمع الحكومي هو أنت أشرت إليه أيضا، هو أين يتواجد؟ هل في داخل المدينة أم في أطرافها؟ هو يبعد عن مدينة المخا بحوالي كيلو بالتحديد، يعني الوصول إليه معناه أنك سيطرت على المدينة شرقا بالتحديد ودخلت المدينة يعني كيلو بالتحديد، وأنت تصل إلى قلب المدينة هناك في الشارع العام وفي الجولة العامة التي تربط ما بين عدن والمخا وما بين المخا وبين حاراتها. يعني المجمع الحكومي هو معناه دخولك للمخا والاستيلاء على او تحرير داخل المدينه، المجمع تحرير المجمع الحكومي وتحرير اداره الامن معناه انك دخلت المدينه، ما بقي الا الاحياء السكنيه الموجوده فيها. نعم احمد مكيبر الصحفي من ابناء المخا، شكرا لك على هذه الايضاحات، وكما هو يبدو فان المعركه هي تدور في اكثر من اتجاه، معركه باتجاه المجمع الحكومي، ايضا معركة باتجاه الميناء، كما معروف أنها هي مدينة ساحلية وموزعة أحياءها ولا تتشكل بشكل كامل، لكن تتوزع كأحياء وكحارات متفرقة، وأيضا معركة باتجاه المرتفعات الجبلية، ومنها أيضا باتجاه معسكر خالد في المفرق، وهو معسكر مهم بالفعل ويقع ما بين المخا وتعز والحديدة على مفرق الطرق، وبالسيطرة عليه يكون الجيش الوطني قد أحكم السيطرة بالفعل على الجبهة الغربية لمحافظة تعز، وهي أيضا معركة مهمة لتأمين المخا. أيضا طيران التحالف كثف أيضا القصف الكثير على الخط الساحلي باتجاه مدينة الحديدة، وحول هذا الموضوع ينضم إلي عبد الحفيظ الحطامي للحديث عن هذا الضرب الكثيف للطيران في محافظة الحديدة، ولكن بعد الفاصل.